برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل صاحب الجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 17 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وكؤوس أنجاله الكرام سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتقديم كأس سموه للشوط السادس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، فيما تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كأس سموه للشوط السابع من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، وذلك بعد فوز جواد سموه دوفيل بالمركز الأول في الشوط السابع للسباق، فيما قام السيد توفيق شرف العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وكأس سمو الشيخ هشيمة بن ناصر بن حمد إلى الملك الفائز عبد الهادي البقالي، ثم قدم العلوي كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة إلى المضمر الفائز آلان سميث، كما قدم كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، ثم قدم دراب البحرين إلى المضمر الفائز فوزي ناس. هذا وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اعتزازه وحرصه على ترجمة التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الفارس الأول والداعم الأكبر للفروسية في المملكة بضرورة الاهتمام ودعم مختلف رياضات الفروسية والخيل في المملكة بما يساهم في المحافظة على مكانتها الأصيلة في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو أفضل المستويات، مشيرا سموه إلى حرصه على دعم الجهود والخطوات التطويرية التي تقوم بها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، وذلك للارتقاء برياضة سباق الخيل في المملكة وبانعكاساتها الإيجابية على ارتفاع مستوى السباقات المحلية من خلال اهتمام الملاك بجلب جياد ذات مستويات عالية ونخبة من الفرسان العالميين والمحترفين، مما ساهم في اجتذاب جماهير كبيرة لمتابعة السباقات وكذلك تحقيق عدد من الملاك لانتصارات مميزة خلال مشاركاتهم في سباقات الخيل الخارجية. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به سباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سموه وكؤوس أنجاله الكرام سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها الهيئة العليا والإدارة العامة لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في سبيل إنجاح تنظيم هذا السباق والارتقاء برياضة سباق الخيل في مملكة البحرين وتطويرها نحو أفضل المستويات. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات والمنافسات المثيرة التي شهدتها أشواط السباق والتي عكست تطور مستوى رياضة سباق الخيل واهتمام وجهود ملاك الخيل والاستعدادات الكبيرة للاستبلات المختلفة، معربا عن تهاني سموه وأنجاله الكرام لجميع الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس السباق وتمنياتهم للجميع بالتوفيق والنجاح.